باسمه نبدا وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق قبل قليل شوطنا الخامس بتعداد اشواط هذه الفتره الصباحيه لنبدا معكم ومع منافسات سن القايه وفئه الابكار لنحضر مع هذا الاختبار الحقيقي للشعارات والملتقى الجميل لشعارات ابناء القبائل الحاضره والمتواجده على ارضيه ميدان التحدي. نبدا مباشره مع اول المراكز ومع المقدمة مهمة لخليفة بن سعيد بن ضحيب خليفة الكعبي على المقدمة وعلى الصدارة. المركز الثاني أتابع معكم على ثاني التحديات التقدم من مشعل لعلي بن سلطان بن هاشم الاكتبي. المركز الثالث التقدم من شقرة جمعة بن علي بن سيف بن علي المنصور. المركز الثالث والرابع من الجانب الايمن تسجل الى المركز الثاني حضور وتقدم ود عبد الله بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. ثالثا التقدم من غازي محمد بن خليفه بن ضبيب الشامسي. والمركز الرابع وتابع بهذه اللحظات انطلاقه الشعارات تقدم مشعل علي بن سلطان بن هاشم الكتيب. المركز الخامس وصول مسيره لسعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى أول المراكز بعدما نتابع أيضا الشعارات القادمة خلف النداء. أسماء كبيرة في هذه الانطلاقة ترقبوها في الوقت المناسب من انطلاقات هذا الشوط. نعود بحضراتكم مع مخرج هذا السباق علي بن محمد بو شارف هذا المخرج المميز دائما من يرصد اللقطات المميزة والجميلة. المركز الأول مهمة في انفرادتها مع المركز الأول في هذه المهمة الرسمية على المقدمة والصدارة. خليفة بن سعيد بن ضحيب خليفة الكعبي يقدم لنا شعاره على أول المراكز وعلى الصدارة. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام على ثاني التحديات التقدم من قبل غازي محمد بن خليفة ضبيب الشامس. المركز اللي وصلت على المركز الثالث في هذه اللحظات وتواجدت حامة رقم 34 تقدم مياس خميس بن فايل. خميس بن فايل الزرعي لكن وصول الواعية مروان بن سالم بن سالم بن سعيد السبوسي أيضا يحضر شعاره بهذه الانطلاقة الجميلة. وكذلك وصول الأسماء والشعارات وصلت بهذه اللحظات تقدمت بهذه المسيرة الجميلة للأسماء الحاضرة بهذه الانطلاقة في عملية البحث عن الناموس وعن السيارة. نيسان بترول تي 2 هي الجائزة المقدمة للجنة المنظمة لمن سيحظى على ناموس هذا الشوط. وصلت شقرة جمعة بن علي بن سيف بن علي المنصوري اللي تنضم على الأسماء الخمسة الأولى بانطلاقتها المميزة والجميلة لهذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والمنافسات. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة لأتابع مهمة على المركز الأول المتواجد على القيادة والريادة والانطلاقة. خليفة بن سعيد بن ضحي الكعبي وصلت الأسماء الكعبي وصلت الشعارات بهذه اللحظات مع أيضا خطورة الأسماء الخاتمة المنطلقة. المركز الثاني تقدمت مياس أحمد بن راشد بن سعيد الشامسي على المركز الثاني تقدم شعار يتسلل بهذه الانطلاقة. المركز الثالث من الجانب الأيمن التواجد مشاهدينا الكرام من مهمة لجمعة بن سعيد بن راشد المهيري المركز الثالث اللي تسللت إلى المركز الثاني. الوصول على ثاني التحديات من قبل راية محسن بن محمد بن محسن آل فطيح اليامي وصلوا ابناء نجران غادمين بهذه اللحظات. المركز الثالث وتابع معكم على ثالث التحديات مسيرة سعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان. المركز الرابع التقدم من ملامح عبد الله بن محمد الخاطر. خامس المراكز وصلت الوثبة محمد بن احمد بن محمد بن خميس المرر. لكن أعود
الى راعي نجوم وشعار النجوم على المركز الاول وعلى الصدارة مع المقدمة ومع الانطلاق ليتقدم شعار محمد او محسن بن محمد بن محسن ال فطيح اليامي بانطلاقة راهية بهذا الاداء الراهي الانطلاق الزاهي على المركز الاول وعلى الصدارة. المركز الثاني يسلم التقدم مهمة جمعة بن سعيد بن راشد الميري. المركز الثالث الوصول والتقدم ايضا والانطلاق من قبل ملامح عبد الله بن حمد محمد الخاطر على المركز الثاني. الضيوف مع المركز الاول لكن المضيف ابناء الشحانية على المركز الثاني. ابناء نجران على المقدمة على الصدارة بانطلاقة اول المراكز بتقديم هذه العروض المميزة على الصدارة. راية المحسن محمد بن مسفر الفطيح الليامي على المركز الاول لكن ابناء الشحانية يسلم عادت لتطحن المنافسة. ملامح 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 مميزة بالانطلاق وتقديم العروض على اول المراكز. عبد الله بن حمد محمد الخاطر يقدم لنا شعاره ليظفر بهذه الانطلاقة وسلام الشحانية سلام على فوز ملامح بسيارة. هذا الشوط الثاني لعبد الله بن احمد بن محمد الخاطر المركز الثاني. وصلت راهية لمحسن بن محمد بن مسلم فتح اليام المركز الثالث. كان الوصول من هلا لحمد بن علي بن حمد اربعاء المركز الرابع. تحذير لسالم بن محمد بن سالم بن الاسود العامر المركز الخامس. كان الوصول من قبل وثبة لمحمد بن احمد بن عبد الله بن خميس المرر. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا معكم الانطلاق المميز والمنافسه التي دارت ما بين الشعارات لكن ملامح هي الفائزه. تغيز زمن 7 دقائق 29 ثانيه من الثانيه. التهاني والتبريكات لعبد الله بن احمد بن محمد الخاطر المركز الثاني. كان الوصول من قبل شعار اليامي 7 دقائق 33 بدون اي زمن الثانيه. 7 دقائق 31 ثانيه بدون اي جزء من الثانيه. الثاني والتبريكات نزفها لمالك راهيه. محسن بن محمد بن مسر الفطيح اليام المركز الثالث. 7 دقائق 31 ثانيه و9 اجزاء من الثانيه. الثاني التبريكات لمالك هلا حمد بن علي بن حمد اربعان على هذا الفوز المستحق. شوط جديد ينطلق واحد الزملاء يتواصل بالتعليق.